غادر رئيس الوزراء محمد الشياع السوداني ظهر اليوم مدينة كربلاء المقدسة التي وصلها صباح اليوم عبر مطار كربلاء الدولي بعد أن وصل العمل فيه إلى مراحل متقدمة. عقد السوداني اجتماعا فور وصوله بحضور الأمين العام للعتبة الحسينية المقدسة الحاج حسن رشيد العبايتي وزير الداخلية ومحافظ كربلاء وعدد من المستشارين والمديرين العامين والمسؤولين عن المشروع والشركة المنفذة، إذ أعرب عن سعادته للنزول على مدرج المطار وتثمينه لجهود الوزارات المعنية والعتبة الحسينية المقدسة المساهمة والحكومة المحلية والوزارات الاتحادية المعنية لما قدمته في سبيل إنجاز هذا المشروع الاستراتيجي، واصفا المطار بأنه واجهة مهمة ومشرقة من واجهات العراق الدولية ومنفذ لاستقبال الزائرين من كل أنحاء العالم. وأجرى رئيس مجلس الوزراء جولة في منشآت المطار وأقسامه ومرافقه التشغيلية والتقى بالملاكات الهندسية المنفذة، كما استمع إلى عرض شامل عن سير العمل الذي وصل إلى مراحله الأخيرة، إذ أعرب السوداني عن أمله بتشغيل المطار خلال الزيارة القادمة لإحياء أربعينية الإمام الحسين عليه السلام. ووجه السوداني بعقد اجتماع دوري كل شهرين لمتابعة تقدم العمل في مطار كربلاء الدولي وفي مطاري الناصرية والموصل الدوليين، مشددا على أهمية العمل السريع لتوفير أفضل السبل لإدارة المطار وتشغيله وفق المعايير الدولية لخدمة النقل الجوي. مشاهدينا الأفاضل، وننقل لكم هذه اللقطات التي انفردت بتصويرها قناة كربلاء الفضائية والتي تبين لحظة هبوط طائرة رئيس مجلس الوزراء إلى مطار كربلاء الدولي. نعم مشاهدينا الأفاضل، نكرر على مسامعكم، ننقل لكم هذه اللقطات التي انفردت بتصويرها قناة كربلاء الفضائية والتي تبين لحظة هبوط طائرة رئيس مجلس الوزراء إلى مطار كربلاء الدولي. بيّن الأمين العام للعتبة الحسينية المقدسة الحاج حسن رشيد العبايتي أن رئيس الوزراء اطلع خلال زيارته مطار كربلاء الدولي على حجم الأعمال المنجزة، مؤكدا أن هبوط الطائرة الخاصة لرئيس الوزراء لهي رسالة إلى العالم بأن الأعمال في المطار تتم وفق الخطط التي عملت عليها الأمانة العامة للعتبة الحسينية المقدسة، حيث من المؤمل أن يفتتح المطار في عام 2025. بمناسبة حلول زيارة الأربعين تشرف دولة رئيس الوزراء بزيارة مطار كربلاء الدولي، ومن خلال هبوط الطائرة الخاصة على مدرج المطار ومنشآت المطار بعد أن تم إنجازها واكتمالها وأصبحت الآن قيد التشغيل، لنثبت أيضا للعالم أجمع بأن المطار يسير بخطوات ومراحل جيدة جدا، وإن شاء الله ينجز في مطلع أو منتصف أو نهاية 2025، والمأمول إن شاء الله أن نستثمر الوقت اللي أقرب وقت حتى يبدأ تشغيل المطار، وكان هناك
يعني فرحة كبيرة، وجناب السيد دولة رئيس الوزراء كان مسرور جدا بهذا الإنجاز وأشاد بالعاملين على هذا الإنجاز والذين خططوا لهذا المطار وتابعوا إنجاز هذا المطار كمهندسين وإداريين، وبالتأكيد دور الأمانة العامة للعتبة الحسينية المقدسة هي الرائدة في فكرة هذا المشروع وتبني هذا المشروع، وإن شاء الله يكتمل بحلة تليق بهذه المدينة وتليق بزوار الإمام الحسين عليه أفضل الصلاة والسلام.